أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه ساري المفعول عن تواصل تهاتل الأمطار بكميات معتبرة على شكل زخات رعدية مرفوقة بحبات من البرد بداية من أمسية اليوم وإلى غاية يوم الغد إن شاء الله، وخاصة عن المرتفعات الداخلية الغربية وكذلك الشرقية. لكن خلال صباح الغد إن شاء الله نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية، لتصبح الأجواء غائمة. سحب ركامية مطرة ستخص الواجهة الساحلية، أمطار على شكل زخات، لتزداد غزارة على المرتفعات الداخلية خاصة الهضاب العليا الغربية وكذلك الشرقية مرفوقة بحبات من البرد. الأمطار ستلتحق على شمال الصحراء ومنطقة الثورة وتكون تحت وقع الرعود، وزوابع رملية ستنشط على أقصى الجنوب الحدود المالية الجزائرية كذلك منطقة الثورة وإلى غاية شمال الصحراء. 9 درجات خلال هذه الليلة إن شاء الله على البيض، 15 درجة على العاصمة، 17 درجة على تندوف، 27 درجة كعلى مقياس على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستنخفض مقارنة باليوم على الواجهة الغربية. ننتظر بحول الله، ننتظر مقاييس ما بين 22 درجة في انتظار الصورة. إذا بحول الله درجات الحرارة تتراوح ما بين 22 لغاية 24 درجة على الواجهة الساحلية، تنخفض على المرتفعات الداخلية الغربية مقارنة باليوم، لن تتعدى 21 درجة على تلمسان، 17 درجة على الجلفة. ننتظر 33 درجة على كل من بن عباس، تندوف، كذلك ولاية غردية، ترتفع لغاية 40 درجة على الصحراء الوسطى، أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 43 درجة. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، بحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا خاصة على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح ضعيفة غربا لكن معتدلة على الواجهة الوسطى ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. خلال يوم الغد إن شاء الله ننتظر أمطار رعدية كذلك ستتهاطل على ميامي مع 29 درجة، نفس الأجواء على موريال بكندا مع طقس حار مع 31 درجة، نيويورك أجواء صحوة وكذلك واشنطن مقاييس ما بين 32 إلى غاية 33 درجة حتى على دالاس، بينما لن تتعدى درجات الحارة 22 درجة على كل من كاليفورنيا وفانكوفر مع أجواء غائمة جزئيا. غروب الشمس ليوم الغد الجمعة على مستوى العاصمة بحول الله سيكون بحول الله في تمام 8:01. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع.